إذا كمان عندي نفس الإشي لو عندي هون simply supported beam لو جيت حطيت force هون إيش راح يصير بهذا البيم؟ هذا تذكروه من stress وstrain حكينا فيه. إيش راح يصير بهذا البيم؟ راح يصير في عندي deflection بهذا الاتجاه مظبوط؟ راح يصير في عندي طبعا حسب ال هاي راح يصير في deflection هون وراح تكون stress على هذا السطح وراح تكون stress على هذا السطح. لو رجعتوا لمادة الماشينري أو الماشين ديزاين مش هيك أو strength تعرف تحسبوا هاي الأشياء مش هيك؟ تعرف في قانون بحسب الديفليكشن هون في قانون راح يعطيني ستريس هون او ستريس هون بنفس الطريقه بس هاي كنا نستعملها احنا للويتس هون عم احنا نستعمل بروسيس فالبريشر تبع البروسيس راح يتحول لبريشر على هذا السطح بالتساوي لكن اكثر نقطه راح يصير فيها ديفليكشن هي بمنتصف الديسك منتصف الديسك راح يصير في اعلى ديفليكشن من هون هلا معظم اللي مش ممس اللي مش بريشر مش مايكرو الكتروميكانيكا معظمهم بيشتغلوا على هاي الطريقه في عندي هون دايفرام والدايفرام رح يصير في ديفليكشن وبعدين يا بقيس الديفليكشن اللي صار يا بقيس ستريس هلا في عندنا تو ستريسز اللي هم راديال في له قانون والتانجنشال في له قانون رح يعتمد على الراديوس تبع هذا الديسك رح يعتمد على يونجز مودولس اوف الاستاستيسيتي تبعت هذا الديسك وهي الماده رح يعتمد على الثيكنس تبعتها ورح يعتمد على اشياء اخرى من هون هذا رح يعطيني الديفليكشن هلا لو ضليت اتحرك لحد ما وصلت مركز هذا الديسك رح ينطبق الراديال على التانجنشال رح يبطل في اختلاف بينهم عند نقطة المركز بالضبط. اوكي ماشي؟ يعني احنا هون كان في اختلاف بينهم، لو قربنا شوي كمان هون رح الاقي في اختلاف بسيط اختلاف بينهم، بس لما بوصل عند النقطة هاي بطل في شيء اسمه راديال وبطل في شيء اسمه تانجنشال، رح يصير في عندي ستريس واحد. هذا ستريس اللي هو في السنتر ستريس عفوا انا حاط بحط عمالي سترين وانا المفروض احكي عن سيجما ها سيجما او ابسلون رح ينتج عنها ابسلون هلا عندي السترين اللي رح يتكون في مركز هذا مش مطلوب لكم تحفظوها هاي بس رح احط القانون اللي بتطلع عليه ايش بيعتمد عندي ابسلون تي سي رح يساوي ابسلون ار سي فالتانجنشال رح يصير يساوي الراديال عند النقطه هاي ويساوي بيساوي 3 هاي بي بي بتهمني طبعا لانه انا اصلا شو اللي بدي اقيسه؟ بدي اقيس البريشر فصار في علاقه ما بين البريشر وابسلون وابسلون ايش راح تعطي؟ ابسلون هون راح لو حطيت انا ريزيستر او ملزق انا سترين جيج من هون راح اقدر اقيس فيها البريشر عندي هون اي سكوير هلا اي هي الراديوس إذا تعتمد على إيه على مربع إيه واحد ماينس ميو تربيع وميو اللي هي الفواصل ريشو بعدين عندنا على 8 راح يعتمد على الثيكنس تبعت هذا كل ما كان طبعا ثيك أكثر راح يصير أصعب إني أحركه فهذه هون عندي تي تي سكوير 8 وإي إيش إي يونجز مودولس أوف إلاستيسيتي اللي هو بعطيني فكره عن الستيفنس تبعت الماتيريال هاو ستيف از ذيس ماتيريال يونجز مودولس اوف الاستيسيتي وايش كانت وحدتهم متذكرين كمان ايش لازم نحط تي تي ثيكنس طبعا ثيكنس تي واي ايش لازم تكون وحداتهم دائما متر اوكي إذا عندي بده يكون على فكرة هلا هاي ابسلون بدها تكون دايمنشنلس مش هيك؟ فالمفروض يطلع مع الجواب النهائي دايمنشنلس. إيه إيش وحدتها؟ متر متر سكوير على متر سكوير بيشتغلوا كوحدات. إيه إيش وحدتها؟ باسكال هي مش بريشر بس هي لأنها ستريس على سترين. فهاي بتشطب إيه بتشطب مع بي فبطلع عندي هذا دايمنشنلس وميو أصلا هي دايمنشنلس. أوكي؟ إذا كمان بامكاني احسب الديفليكشن حسب شو اللي بدي اعمله ديتكشن فالماكسيمم ديفليكشن في السنتر واي سي تساوي 3 بي اي تو ذا 4 1 ماينس ميو سكوير على 16 تي كيوبد اي هلا هون عندي وحده اي بتشطب مع وحده بي هاي بريشر وهاي يونجز مودولس اوف الاستيسيتي ميو اصلا دايمنشنلس بضل عندي تي كيوبد و اي تو ذا 4 فبتطلع الوحده النهائيه متر اللي هي ديفليكشن بالمتر مربع فممكن ناخذ هاي الديفليكشن نقيسها او ممكن ناخذ ستريس هلا انا اظن انه في القيم لما بتصير هذا مايكرو الكتروميكانيكال سيستم رح يصير عندنا البيزو ريزيستيف هدول بكونوا اتش
في العمليه يعني في عمليه اتشنج بتصير، واذا بتدرسوا لما بتدرسوا الميمز رح تشوفوا اكثر التفاصيل اكثر عنها. الهاي ببطل انا اجيب ريزيستر خارجيه والزقها، بصير عندي العمليه هاي كلها بتكون ديفيوزد في البروسيس، بصير انتجريتد، العمليه كلها بتصير تنعمل انتجريتد. ولذلك اللي شفناه بشوي بتذكرني شفناه بشوي بيزو ريزيستيف بيكون بهذا الشكل معمول له ديفيوز اتشنج او ديفيوزنج بنفس الماده اللي بستعملها بالمانيفاكتشر.